شوفوا اخبارك صحيح. الله الحمد لله. الساعة 11:30 بالليل تقريبا تعرضنا لقصف تركي. انا كنت موجود هنا وقت الضرب، فشوف شلون حالة المحطة صارت. تكلفت عليها دارة عين عيسى، مياه عين عيسى تكلفت عليها الرقم المدني بخسائر باهظة، وداح شلون صار بضحى. تقريبا الساعة البارحة الساعة 11 بالليل تعرضنا لقصف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقتهم، قصف مضخة مياه من التلهيش مياه شرب، فتعرض لأضرار مثل انت شايف في محركات ما يغارب المحركة تقريبا تغارب حقها 20,000 دولار تقريبا المحركة، بالإضافة لخطوط المياه الموجودة ضمن المضخة تقطعت الخطوط. المضخة هذه طبعا العام الماضي صلحوها الجهات المعنية، نشكر الجهات المعنية عين عيسى والرقة بالترقة محافظة الترقة، هم صلحوها العام. كانت القرى كلها مقطوعة بالمي، ما عندهم مي شرب خالص. المضخة تغذي تقريبا من 45 إلى 50 قرية، تغذي منطقة بالتريشة كامل 36 قرية، بالإضافة منطقة عين عيسى ووراها المنطقة هاي كاملة. الأمر هذا ما يجوز يعني. الحزين احنا يلا صرنا نعاني من قبل على دور داعش، وشنا مقطعين المياه، والعالم تروح تشتري برميل مية الواحد بيغارب 5,000 ليرة سوري، وما يلقونه يعني. فبعد ما تصلحت المضخة وسويناها جزاهم الله خير الجهات المعنية عين عيسى ومحافظة الترقة، وحطوا عليها خسائر تخسروا عليها تكلفت بالآلاف الدولارات المضخة إذا صارت. فبعد ما ريحنا وجتنا المية وتنعشت الناس، اليوم شفت عينك بلش الاحتلال التركي دمارها وضربها وخرابها،